مباشرة من مدينة إدلب عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز. هاشم أهلا بك معنا. يعني يوم أمس اقتصر القصف على المدفع والصاروخي بسبب الأجواء الممطرة التي شهدتها محافظة إدلب، كيف يبدو الوضع الميداني بداية في مدن وبلدات المحافظة اليوم؟ نعم نور، هدوء حذر منذ ساعات الصباح حتى الآن، لم يكن هناك قصف إن كان بري أو حتى جوي من طائرات احتلال الروسي وطائرات ميليشيا أسد الطائفية التي كانت تستهدف جنوب المحافظة وجنوب شرقها بشكل مكثف. غياب للطائرات الحربية منذ يوم أمس عن الأجواء، ولم يكن هناك أي طلعة جوية أو قصف على إحدى المناطق التي كانت تقصف في الآونة الأخيرة، لعل الظروف الجوية حالت دون ذلك بسبب المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره من ليلة أول أمس وحتى اليوم، وهناك أمطار غزيرة. لكن القصف الصاروخي والمدفعي ما زال مستمرا على مدينة معرة النعمان ومعر شورين ومعر شمارين ومعر شمشة وصولا إلى بابولين وحيش والدير الشرقي الذي القرية التي تعرضت لقصف مكثف خلال يوم أمس بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. معر شورين اليوم فجرا تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي، لكن حقيقة يعني حتى هذه اللحظة هذا الهدوء الحذر يعني يخاف منه الأهالي وخصوصا العائلات، ما تبقى من العائلات في مدينة معرة النعمان التي شهدت موجة نزوح كبيرة بالإضافة إلى ريفها الشرقي باتجاه المناطق الشمالية. أكثر من 90% من مدينة معرة النعمان نزحوا عنها خلال العشرة أيام الماضية نتيجة القصف المتواصل وخروج معظم المنشآت الحيوية عن الخدمة، لكن موجة النزوح ما زالت مستمرة رغم غياب للطائرات الحربية والمروحية، إلا أن موجة النزوح ما زالت مستمرة باتجاه الحدود السورية التركية. إنسانيا هاشم، ما هي أوضاع النازحين في المخيمات خاصة مع هذا المنخفض الجوي الذي تشهده المناطق هناك؟ نعم، بالنسبة للأوضاع الإنسانية سيئة جدا، وخصوصا بعد بدء المنخفض الجوي وهطول للأمطار. بعض المخيمات أو التجمعات العشوائية على طرفي أستراد باب الهوى أو حتى في المخيمات في الحدود السورية التركية على طول الشريط الحدودي غرقت بفعل هذه الأمطار خلال اليومين الماضيين. لم يتوقف المطر في هذه المنطقة، تشكلت سيول، بعض الخيم غرقت وأغرقت كل متاعها نتيجة الأمطار الغزيرة في هذه المناطق. نداءات من قبل الأهالي والمنظمات الإنسانية والدولية بتقديم الأشياء العاجلة لهم، وخصوصا الخيم، معظم الخيم مهترئة، ومن ليس لديه خيمة لديه عبارة عن بطانيات نسجها وعمل خيمة يحتاج إلى عوازل على أقل تقدير. المخيمات أو التجمعات الموجودة في الشمال تفتقر لمقومات الحياة من الصرف الصحي، تفتقر إلى المواد الإغاثية يعني الغذائية أيضا والمواد الطبية. الوضع الإنساني متردي، أكثر من 200,000 نسمة نزحوا خلال أقل من شهرين حسب منسقو الاستجابة إلى المناطق طيب الشمالية. هاشم، يعني هل من جديد فيما يخص استجابة المنظمات الإنسانية لنداءات الاستغاثة التي أطلقت لمساعدة هؤلاء النازحين في ظل هذه الظروف شديدة السوء؟ نعم، المساعدات المقدمة للنازحين وخصوصا في الفترة الأخيرة اقتصرت على مساعدات من المنظمات المحلية أو التي تقدم مساعدات بالشراكة مع منظمات دولية، لكن حقيقة المساعدات قليلة جدا لا تتناسب مطلقا مع الأعداد الكبيرة التي تصل يوميا إلى المناطق الشمالية. يقتصر دورها على توزيع بعض الخيام في بعض المناطق بالإضافة إلى سلل الغذائية وبعض سلل الطوارئ، لكن هذا لا يفي بالغرض
حسب النازحين، كون يعني المتطلبات كثيرة جدا من يعني الخيام، أعداد النازحين كبير، عشرات أو مئات العائلات موجودة في العراء أو موجودة في مراكز اللواء المؤقتة هنا في مدينة إدلب. بعض المناطق يعني هي موجودة يعني كمراكز لواء مؤقتة، كان المساجد أو حتى الأبنية الغير مجهزة جهزتها بعض المنظمات أو حتى الأهالي ببعض العوازل وبعض يعني يعني الإحرامات ولتقيهم برد هذا الشتاء. حقيقة أوضاع إنسانية صعبة، ما زالت هناك كثير من العائلات موجودة في العراء لا تجد مأوى وبحاجة أيضا إلى مساعدة عاجلة من قبل المنظمات الدولية. نعم. التي هي شبه غائبة عن المشهد. طيب هاشم، لو تحدثنا عن الشق العسكري في إدلب، الأنباء الأخيرة تشير إلى مقتل 15 عنصرا من ميليشيا أسد بهجوم معاكس شنته الفصائل، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ نعم، عدة جبهات ومحاور مشتعلة في محافظة إدلب يوم أمس شنت الفصائل المقاتلة هجوما معاكسا على محور القصابية جنوب المحافظة، واستطاعت الدخول إلى عمق القرية وقتل أكثر من 15 من ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الأخرى المساندة. طبعا يعني هي كانت حسب الفصائل هي إغارة على مواقع ميليشيا أسد ومواقع متقدمة، ومن ثم انحازوا وسط قصف كثيف. أيضا المحاور التي شهدت اشتباكات محور المحور التح في هذا المحور ايضا في جنوب شرق المحافظه دارت اشتباكات عنيفه بين الفصائل المقاتله وميليشيا أسد الطائفية في هذا المحور الى الشمال بمحور جرجناز والحراكي. ايضا كان هناك اشتباكات على محور ابو دفنه، واستطاعت الفصائل المقاتله صد محاولات تقدم على محور حلبان وابو دفنه وتكبيد عناصر ميليشيا اسد الطائفيه، خسائر في الارواح والأعتاد وقصف متبادل بين الطرفين. الفصائل المقاتلة استهدفت تجمعات لميليشيا أسد الطائفية في عدة نقاط وأدت إلى مقتل العديد منهم، وما زالت الاشتباكات مستمرة على هذه المحاور. ميليشيا أسد تحاول اتباع سياسة الأرض المحروقة خلال الأيام الماضية للتقدم إلى نقاط جديدة في جنوب شرق المحافظة، لكن قُبلت أيضا بالصد من قبل الفصائل المقاتلة على عدة محاور. الاشتباكات أيضا على محور آخر وجبهة أخرى في ريف اللاذقية الشمالي، وتحديدا على جبهة القبينة التي تشهد اشتباكات، أربع محاولات تقدم لميليشيا أسد الطائفي والميليشيات الطائفية الأخرى على هذا المحور، لكن لم تستطع التقدم، واستطاعت الفصائل المقاتلة صد الهجوم. وأيضا كان هناك قتلى وجرحى لميليشيا أسد، بالإضافة إلى تدمير دبابة وأيضا خسائر يعني في العتاد لدى ميليشيا أسد في هذا المحور، بالإضافة إلى محور الحدادة الذي شهد عدة محاولات خلال الأيام الماضية. شكرا جزيلا لك هاشم العبدالله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من مدينة إدلب.